عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحال المرتحل. قيل في معنى الحال المرتحل الذي يحبه الله جل وعلا، أي الذي ما إن ينتهي من ختم كتاب الله عز وجل حتى يرجع إليه مرة أخرى فيقرأه قراءة كاملة، فما إن ينتهي من قراءة سورة الناس إلا ويبدأ بعد ذلك بقراءة الفاتحة ليختم مرة أخرى بعد ذلك. ولكن ليعلم المسلم أن صاحب القرآن ليس بالغالي ولا بالجافي، فهو لا يختم القرآن إلا في ثلاث فأكثر، اتباعاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم.